وإلى الملاعب العالمية، ورونالدو يبتعد عن الملاعب 18 يوما للوصول إلى كامل لياقته. كشفت تقارير إخبارية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني سيغيب عن الملاعب 18 يوما للوصول إلى كامل لياقته. وأوضحت صحيفة ماركا على موقعها الإلكتروني أن كريستيانو لن يشارك مع الريال في مواجهة ريال سويسيداد في ثاني أدوار الليغا، بعد أن بدأ متأثرا بانخفاض مستوى اللياقة في المباراة الأولى بالبطولة أمام قرطبة، والتي انتهت لصالح الريال بهدفين نظيفين. وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الفني للمنتخب البرتغالي باولو بيناتو قال في مؤتمر صحفي أن الجهاز الطبي أشار إلى أن اللاعب ليس في ظروف تسمح له باللعب، على الرغم من مشاركته في المباريات الأخيرة مع الميرينجي. ومانشستر يونايتد يحسم صفقة بليند لاعب أيكس. توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لاتفاق على ضم لاعب أيكس الهولندي دالي بليند، لتكون بذلك خامس صفقة يبرمها الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية. ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، فإن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق مع نادي أيكس على المقابل المادي لصفقة دالي بليند، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات. كان بليند ضمن صفوف المنتخب الهولندي في منافسات كأس العالم الأخيرة تحت قيادة لويس فان غال المدير الفني الحالي للمان يونايتد، وهو من طلب التعاقد مع اللاعب. وتشيلسي وافق رسميا على إعارة توريس لميلان لمدة موسمين. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي موافقته على إعارة مهاجمه الإسباني فرناندو توريس إلى ميلان الإيطالي لمدة موسمين. وأشار الموقع أنه تم الاتفاق بين تشيلسي وميلان على الإعارة، وأن توريس بصدد الخضوع للكشف الطبي في ميلان. وانضم توريس إلى تشيلسي في مطلع 2011 من ليفربول مقابل 60 مليون يورو، وسجل خلال تلك الفترة 45 هدف في 172 مباراة، كما توج بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس إنجلترا. وتشيلسي يفاوض كوينز بارك رينجرز لضم الويكريمي. سمح نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي لمهاجمه الفرنسي الويكريمي بإجراء مفاوضات مع نادي تشيلسي. ووفقا لشبكة سكاي سبورت، فإن ريمي يتطلع إلى الانتقال لصفوف تشيلسي تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا. ويأتي اهتمام تشيلسي بالنجم الفرنسي بعد انتقال مهاجمه الفرنسي فرناندو توريس على سبيل الإعارة إلى ميلان الإيطالي. وإلى إيطاليا، واليوم اليوفنتوس يقص شريط الدوري الإيطالي أمام كييفو. تعود اليوم عجلتي الدوران للدوري الإيطالي بانطلاق منافسات الأسبوع الأول من البطولة، حيث يقص يوفنتوس حامل اللقب شريط الافتتاح عندما يحل ضيفا على كييفو فيرونا، بينما يواجه وصيفه روما اختبارا صعبا أمام فيورنتينا، فيما تستأنف باقي منافسات المرحلة غدا الأحد. ويفتقد اليوفنتوس جهود لاعبيه جورجيو كليني للإيقاف وأندري بارزالي للإصابة، ويقود الأرجنتيني كارلوس تيفيز الذي سجل 19 هدف بالدوري الموسم الماضي هجوم الفريق، وقد يلعب إلى جواره سباستيان جيريفكون في غياب الإسباني فرناندو يورنتي للإصابة. وعلى الاستاد الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما، يستضيف روما الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني فريق فيورنتينا في مواجهة مبكرة مثيرة للفريقين. والأسطورة ديل بييرو ينتقل إلى الدوري الهندي. انتقل الأسطورة الإيطالي أليساندرو ديل بييرو البالغ من العمر 39 عام إلى الدوري الهندي لكرة القدم عبر بوابة فريق دالهي دينامز. وكانت آخر محطة قرائية لديل بييرو عبر نادي سيدني الأسترالي، علما بأنه شارك في 91 مباراة مع المنتخب الإيطالي، كما فاز مع اليوفنتوس بلقب دوري أبطال أوروبا في 1996. وتنطلق
انطلاق مسابقة الدوري الهندي في أكتوبر المقبل. وعودة مرة أخرى مع أهم مباريات اليوم. مباريات ودية بين مصر وكينيا في 9:30 مساء على ملعب أسوان. وفي الدوري الإنجليزي في 7:30 الأفرتون يلاقي تشيلسي. وإلى الدوري الإسباني قرطبة وسيلتا فيغو يلتقون في 8:00، وأيضا في 8:00 أتلتيك بلباو والليفنتي يتلاقون، وفي 10:00 أتلتيكو مدريد وإيبار. وفي الدوري الإيطالي وأولى مبارياته في 7:00 كييفو واليوفنتوس، وفي 9:45 الروما وفيورنتينا. وإلى الدوري الألماني في 7:30 شالكة تلاقي بايرن ميونخ. عودة مرة أخرى وتذكرة بأهم وأبرز العناوين. الليلة الفراعنة في مواجهة كينيا وديا استعدادا للسنغال. الأهلي يكثف مفاوضاته مع عمر جابر. القطن الكاميروني يحدد 20 سبتمبر موعدا لمواجهة الأهلي. وأخيرا تشيلسي يوافق رسميا على إعارة توريس لميلان لمدة موسمين. مشاهدينا انتهت أخبارنا، شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء آخر.